باشا. خد يا ريس. بعد اذنك يعني كنت عايزك في خدمه. اتفضل اتفضل. يعني يا سناء ايه مبسوطه؟ مالكش دعوه. ليه كده يا عم؟ يا سناء مبسوطه؟ شكلها مش مبسوطه. كنت عايز الدكتور كده في كلمتين ممكن؟ اتفضل حضرتك. بعد اذنك. مبسوطه؟ دكتور استاذ حضرتك في خدمه. خير يا فندم. خير ان شاء الله، بس ممكن سعادتك بس تامره يجيب لنا شاي؟ روح يا ابني هات لنا شاي. مرضي. كنت عايز اكتب تقرير طبي عشان اودي واحد في داهيه. تقرير طبي وتودي واحد في داهيه؟ مش فاهم. زي ما قلت سعادتك كده، تقرير طبي وادي واحد في داهيه يعني. اتفضل اطلع بره. ليه كده بس؟ ليه؟ ده سعادتك محتاج لي وانا محتاج لك. هاخد منك 2000 جنيه. لا شوف سعادتك، هم اللي معايا 500 جنيه. ماشي. لا انا اللي هكتب بعد اذن حضرتك، انا اللي هكتب عشان بس ايه، في حاجات مظبوطه لازم تتكتب بالظبط يعني وتتظبط. اتفضل. انه في يوم. ايه اللي في دماغك يا ماهر؟ انت ناوي على ايه؟ مش انا وعدتك ان انا هودي طلبه جوز امك ده في 60 دهب واحبسه؟ انا عندي وعدي، بس اللي اقولك عليه بقى تنفذيه بالحرف، لا كده ولا كده. تعالى بقى يا حبيبتي كده. ايه يا ماهر؟ احنا في المستشفى، ما يصحش. لا ما تقلقيش عشان تعرفي بس انا بحبك قد ايه. ايوه كده قشطه جدا. اللي يسالك بقى انت شايفه حاجه تقولي مش شايفه، ماشي؟ ايه ده انت لا شايفه ولا سامعه؟ كده قشطه، طلبه راح في 60 دهب، يلا بينا. ولا ماشيه؟ لا ده طلبه هيغور في 60 دهب يا اخي. فتح التحقيق في ساعته وتاريخه بعد اثبات ما ورد من تقارير طبيه بحاله اصابات المجني عليها السيده مها محمود رشدي الانسه وليست سيده. ماشي يا استاذ ماهر جد الحق. ماشي يا استاذ ماهر، غير يا ابني. المجني عليها الانسه مها محمود رشدي، واثبات ما ورد من تحريات المباحث حول الواقعه سالنا المجني عليها، هل تتهمين احد باحداث تلك الاصابات بك؟ امال يا فندم، نزلت عليها صاعقه من السماء احدثت ما بها من اصابات، اكيد طبعا بتتهم. ممكن يا استاذ ما تردش عنها لو سمحت؟ لو تدخلت بالاجابه عن المجني عليها هثبت ده في محضر التحقيق واطردك بره. يا فندم المهم الحقيقه وليس مهم من يقولها، ده مش كلامي، ده كلام مالكم اكس. ردي، هل تتهمين احد؟ امال يعني نزلت عليها صاعقه من السماء عملت فيا كده؟ اه طبعا بتهم يا باشا. ما علاقتك بالمتهم؟ ايه بقى جوز امي؟ ما سبب اعتدائه عليك واحدث ما بك من اصابات؟ راجل بلطجي بعيد عنك، عايز ياخد الشقه اللي ابوها الله يرحمه سابها لها. يا استاذ انا مش عايز اعمل مشاكل مع المحامين، والتزم بضوابط التحقيق لو سمحت. حاضر، ردي. خلينا نكمل التحقيق. ما السبب في الاعتداء عليك؟ عايز ياخد الشقه بتاعت ابويا الله يرحمه وعايز يطردني منها. في شهود على الواقعه؟ اه انا. الله، امال سعادتك مين؟ احمد اسماعيل المحامي حاضر عن المجني عليها يا فندم. الله، امال انت مين؟ ماهر جاد الحق، خطيب مها. والله يا عسكري، اللي دخل ده هنا؟ خدوه اتحفظ عليه بره لحد ما خلص تحقيق وافضاله. هتوحشيني يا مها. هو زعل مني عشان انا بفهم في القانون بس انا مش محامي. ايه ده زواق؟ انت ايه اللي جابك هنا ياه؟ هكون جاي اعمل ايه يا عم ماهر؟ جاي صيف يعني؟ انت على طول مدب كده بتلقح دبش، تلاقي ردودك دي اللي دخلتك هنا. اهو جيت وخلاص، نصيبي الاسود. طب قول لي بس ايه النظام، جيت في ايه؟ مفيش. ماشي في الشارع الكمين وقفني طلع من حته تشيش. انت عبيط، هتخش تعترف؟ امال اقول ايه؟ خش جوه قول له الكمين يا باشا مش منصه للتفتيش، فاهم؟ ها؟ قول له الكمين يا باشا مش منصه للتفتيش. يعني يا عم ماهر اوعى تلبسنا حياه امه يا جدع. عيب، ده انا هخرجك وهتدعي لي. اسمع اللي بقول لك عليه بالظبط، اللي اقوله لك خش وقوله له. الكمين يا باشا مش منصه للتفتيش. مين يا باشا؟ مش منصة للتفتيش. مش انت بقى عشان انا مستني اللي جوه. خش بسرعه. يا رب. يا باشا الكمين مش منصة لتفتيش خلق الله اللي رايح واللي جاي. الكمين بييجوا ينصبوه قدام البيت ويفتشوا اللي رايح واللي جاي كأننا كلنا متهمين يا باشا. واللي يسأل عن حقه ولا يقول فيه ايه ياخد على قفاه ويلبس قضية تعاطي. يا باشا انا ما اضحكش عليك واقول لك ان انا ما بشربش. لا الحمد لله. بشرب بس انا دلوقتي يا باشا معيش تمن السجاير حتى، ودي حته يا دوبك
تعمل لها يجي 1000 جنيه يا باشا للباشا محجزها لي دي. دي يا باشا تكفي شهر. ده متوصي بيها قوي يا باشا. لا والله. اه والله.